القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أحد الرهبان المحبوبين في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي، وهو دير عامر به عشرات من الأباء الرهبان. وخلال العام الماضي ومنذ نياحة أسقف ورئيس الدير المتنيح الأنبا سربامون، عقدنا عدة اجتماعات وعملنا نوع من الانتخابات على كذا مرحلة، واستقر الأمر في النهاية على ترشيح ثلاثة، كانوا أكثر ثلاثة حصلوا على أصوات في هذا الدير باختيار الأباء الرهبان، واخترنا أبونا أغابيوس. أبونا أغابيوس يعتبر تلميذاً للمتنيح الأنبا سربامون، وهو تعلم في مدرسة الدير، فله في الرهبنة 44 سنة، وهذه حياة عميقة في البرية، ولم يخرج للخدمة في أي مكان، حتى ربما كلف في بعض الأوقات في البدايات أنه يخدم الكنيسة الموجودة في وادي النطرون، ولكن خدماته كلها كانت في داخل الدير، في مجمع العمال، في مجمع الأباء، في البنزينة، في الزراعة، في خدمة الأباء المتوحدين، في داخل خدمات الدير العديدة. وهو من الأباء المحبوبين والهادئين والذين يصنعوا سلام. وطبعاً أنا لما دخلت الدير، أنا شخصياً لما دخلت الدير كان هو يعتبر من الأباء الكبار الموجودين في الدير، وسيحتفظ باسمه باسم أغابيوس، وطبعاً كلنا عارفين معناه يعني المحبة.